فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يكون الصداق بالمجهول كالخلع؟ هل يجوز أن يكون الصداق بالمجهول كالخلع؟ الصداق بالمجهول؟ نعم. إيه نعم، إذا صح في الخلع يصح في الصداق أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المجهول الذي يؤول إلى العلم، المجهول الذي يؤول إلى العلم يصح، أما المجهول الذي يستمر مجهولا فلا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.